هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر التي أقيمت بالجمهورية الفرنسية، معربا عن خالص تهانيه وتبريكاته لما تحقق من إنجاز كبير على هذا الصعيد. أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ببطولة العالم للقدرة يأتي تجديدا لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم من رعاية واهتمام دائم بتطوير رياضات الخيل على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار تعزيز مكانة مملكة البحرين في المشاركات الخارجية والحفاظ على ما وصل إليه الفريق الملكي القدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من مستويات متقدمة تنعكس دائما في تحقيق المراكز الأولى وإضافة المزيد من المنجزات الرياضية لسجل المملكة الحافل والتي هي محط فخر واعتزاز الجميع. أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته للفريق الملكي للقدرة بدوام التوفيق والنجاح، مشيدا سموه بما يتميز به الفريق من عزيمة صادقة وإصرار مستمر على اعتلاء منصات التتويج ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في شتى الميادين. ألف مبروك والناموس على هذا الانتصار في هذا السباق الصعب جدا بالأرضية بالأجواء يمكن المناخية اللي صادفت هذا السباق. اللهم لك الحمد اللي قدرنا ونفوز بطولة العالم مرة أخرى ورفع صحيح، لكن عبور الخط المركز الأول وتقديم منافسة شديدة مثل هذا النوع، هذا أكسبني خبرة وأكسبني فرحة، وأنا الحين يعني خلاص متقبل أي نتيجة تحصل. مبروك لدولة الإمارات أيضا على الأداء الغير طبيعي، الله قدرنا ولله الحمد، انصاب حصاني الرئيسي واثبتني بطل عالم على حصاني الاحتياط، فما أطلب أي شيء ثاني الحقيقة. مشكور سيدي جلالة الملك، مشكورين أسرتي كلهم اللي متواجدين وياي، ولله الحمد. الله أكبر.